السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض إزاي نبرمج الأردوينو من غير ما نستخدم أردوينو IDE باستخدام ما يعرف بأردوينو كرييت، وده أونلاين إديتور على موقع أردوينو الرسمي. طبعا ليه مميزات كتير في كل اللايبريز الجديدة، في كل الأبديتس، مش محتاج إن أنا كل شوية أنزل فيرجن جديد من أردوينو IDE وأسطبه. ده كمان لو انا بشتغل من اي مكان بقدر اتعامل معاه. طيب نشوف هنعمل كده ازاي. هدخل على جوجل، هدخل على جوجل، بسم الله الرحمن الرحيم، arduino.cc، arduino home. بس انا محتاج علشان اشتغل على الايديتور ده ان انا اكون عامل اكاونت على موقع اردوينو. انا بالفعل عامل اكاونت على موقع اردوينو، ولكن لو انت مش عامل الاكاونت ده هتعمله. هدخل على من القائمة دي على سوفت وير اونلاين تولز، اردوينو ويب اديتور، لودينج اردوينو كرييت. طيب ايه الرساله دي؟ الرساله دي باختصار بيقول لك ان انت محتاج حاجه كده زي فايل صغير او برنامج صغير يبقى وسيط ما بين الموقع وما بين الاردوينو كيت اللي انت هتحطها. طيب عشان نحلها، هو بيقول لي هنا ان انت محتاج تحمل الفايل ده وتسطبه، فانا هحمل الفايل ده. تمام، هقول له داونلود. اوكي، بعد ما احمل شو ان فولدر، هاخده كده احطه في الفولدر اللي فيه الشغل بتاعي. هو طبعا انا كنت منزله قبل كده. بعد ما احطه هقول له كليك يمين، run as administrator، yes، وهسطب الفايل ده. طبعا قبل ما اسطب الفايل ده، سواء كنت موصل أردوينو أو لا مش هيقدر يتعرف عليها. بعد ما سطبنا نقدر نشوف التسطيب تم بنجاح. هنلاقي الأيقون دي هنا تحت كده على اليمين، هقول له نكست. لو رجعنا تاني بقى لموقع أردوينو كرييت، هنلاقي إن الأردوينو كرييت سايت قدر إن هو يتعرف على الأردوينو المتوصل عندي اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. أردوينو اونو ات كوم 3. طيب انا مثلا عايز اتأكد ان الدنيا شغالة كويس، هاجي على اكزامبلز، اختار مثال بسيط مثلا وليكن مثال اللي هو البلانك، وشغل بين رقم 13 واشوف بلينك. ده البرنامج اللي احنا كلنا عارفينه، الليد بوتون او اللي هي البن رقم 13، اوت بوت ليد بوتون هاي ديلي 1000، ليد بوتون لو ديلي 1000. طيب نعمل فيريفاي، فيريفاينج بلينك كده دون، فيريفاينج بلينك. اقدر اعمل ابلود على البورد بتاعتي، وزي ما احنا شايفين واحنا بنعمل ابلود بيحصل الاكشن العادي اللي احنا متعودين عليه في الاردوينو كيت. تمام كده، كده حصل ابلود على البورد. تمام، وزي ما هو ظاهر قدامنا كده خلاص، يبقى انا كده حملت واتأكدت ان الدنيا تمام واقدر
أشغل. والطريقة دي نكون حلينا مشكلة أو مشاكل كتير من اللي بتظهر لما بنيجي نستخدم الأردوينو أي دي إيه. وأتمنى إن أكون أفدتكم في الفيديو ده، وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو الجديد. شكرا.